باش نحكي فيهم اليوم. باش نحكيو حسب الطلب نتاع السيد المخرج خاطر ولد حومته على الشابو. صباح النور، صباح الخير. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس. تو معناها المخرج يقول لك احكي على تشابو ونحكيو على مافيوزي على الصباح. ريت تسمع الديكتاتورية، الكلام ريت تي تسمع الديكتاتورية. الكلام انت. انا خالف شنو عندي نعمل؟ شبيه تشابو وي. والله هو علاش باش نحكيو على تشابو؟ على خاطر ولد تشابو تشاد يا دو سومان في معناها مواجهة كبيرة في سينالوا في مكسيك، اللي أديت بحية 29 شخص، معناها ماهيش حاجة صغيرة. وكي تفرجنا في التصاور واللي فيديو، معناها كاينو معناها تشاد عادي. خاطر ضرب عب كهرباء ولا حرق في فير ولا معناها ملو ريت الفيديو ونقرا في التيتر هذايا ولد التشابو ما فهمتش لو ليان برشا. انا فسرن. تفرجت في التشابو في ناركوس، وتفرجت في زيدا في الدوكيومنتير التشابو، موجود دي دوكيومنتير يسرح حلوين في نتفليكس. التشابو في ناركوس في نتفليكس اخر اي اي اخر اي ناركوس اه ناركوس عملوا فيرسيون اخر تشابو اي اي اخر سيزون سي التشابو. لا سيري وحدة لا نركز على بابلو ناركوس. اسكوبار. لا بعد بابلو اسكوبار حكيو على لي زوتر كارتيل في كولومبيا. اه داكور. ومن بعد حكيو على التشابو. اوكي داكور. وفما زادا سيري التشابو زادا حلوة. اه فوالا. دونك شكون هذا التشابو اللي هو خواكين جوزمان؟ ماهوش جاي من ميليو، ماهوش داخل في الدروغ، عائلته كل في الدروغ، بوه اكثر واحد غاتي خاطر كان يزرع برك لي زوبيويد معناها الافيون. الوغ كو عمو مثلا اللي هو المثل الاعلى نتاعو كان من اقوى لي تجار. من اقوى تجار المخدرات والناركو ترافيكانتي في تاريخ المكسيك. دونك هو اللي اخترع فاست نهزو الدروك قبل بابلو اسكوبار من مكسيك لليو اس بلي جيت بريفي. ايوه. دونك جاي من عائله كلها امبليكي في الدروغ، خويته والولاد الكل ديجا يجير لي كارتيل معاه. هو كان اكثر واحد معروف خاطر il a pu toucher plus de secteurs في امريكا كعمومته وخويته. كيف كيف بنيته وولاده امبليكي ابار طفله بركه. بون هو ولادهم امبليكي ولا هما تغرموا بهم؟ اوتوماتيكمون تتولد في عائله كيكا باش تخدم في البزنس فاميليال، ماكش باش تمشي بعيد برشا. فما بنيه من بنيته شفتوا لي العباد هذوما حتى في بلوسكوبار داير ماهوش مقتنع لي، هو قاعد يبيع في حاجه سامه يعتبرها تجاره تو سامبلومون. تجاره اي اكزاكتومون. زيد اسمع، من 2009 ل 2011 كل عام كان يخرج في مجازين فوربس من اكثر الرجال لي بلو دونجورو في الليست نتاع لي بلو دونجورو وفي الليست نتاع لي بلوس انفلونت، معناها الاكثر مؤثرين الاكثر اغنياء والاكثر والاكثر اغنياء. عاشر رجل اكثر رجل غني في مكسيك، معناها بثروه تقدر ب 1 مليار دو دولار. دونك الفرق مثلا بينيته هو بابلو اسكوبار انه هو ابار تجاره الكوكايين من كولومبيا لامريكا اسمع عليك كان يتاجر في لي زانفيتامين. كان كان يتاجر في دوتر دروغ اللي هما لي زانفيتامين. وصارت كريز في الالفينيات في امريكا نتاع الفنتاميل اللي هو دواء يستعمل كمخدر في العمليات ولا العباد اللي عندهم كونسير لطف عليهم وكل كانالجيزيك. كان سبب في الكريز مونديال نتاع الفنتانيل. عليه احتكروا 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 اللي هو حاجة أقوى ب 100 مرة من المورفين وأكثر ب 50 مرة من الهيروين كقوة. احتكروا اللي نعمل اون كريز مونديال، معناها أمريكا دي آه خرجت اللي هو سبب في ال أي نجم يكونوا يكذبوا حتى الأمريكان به، ما نعرفش ما نصدقهمش برشا التقارير تاع الدي آه يعني. عندهم زراعة وصناعة تاع دروغ مش كان إي متفاهمين. معليش احتكروا يزرع روحك حتى أنت في أمريكا علاش؟ إي بون الأوبيويد مش أي عبد يزرع الأفيون. فوالا معناها دونك خواكين جوزمان شاد مرتين، مرة في 2001 ومرة في 2000 معناها في 2001 هرب 2009 ومن بعد عاود هرب في 2014 اترافيغ دي تونيل، ومرته الاخرانيه اللي عمرها 14 سنه هي اللي عاونته باش يهرب. والاخر دقيقه في لي ريزو في التلفزه تخرج وتدافع عليه وتقول هو خاطي وهو عبد بيه بيان سور افيك لو سوبور نتاع لي كارتي بوبولير دو سينالوا. العباد تحبو العباد تحبو وتقول لك عبد بيه وكل. اما هو الشابو كونتريرمون بابلو البابلو الاكثر معروف به الطرق نتاع الهروب نتاعو. اي مره بتونيل نفق نفق معناه هرب بنفق، هذيك اكثر مره مشهوره خاطر من بعد صوروا نفق وكل مره يلقى شكون من الحبس امبليكي معناه ماهيش وحده. ومرته اللي عاونته باش يهرب من نفق. اخر اغيستاسيون هاي نسي اخر اغيستاسيون بون هيك توا خرجت يا كيلكو سومين قالت لي هو عبد خايب و ابو
Elle est sous surveillance. Ça, tu as dit sous surveillance. Et arrestation en 2016, اللي هي la plus spectaculaire. هذه رسالة من أمه للحكومة المكسيكية باش تسايبو أمه لتوا تعمل à l'âge de 86 ans تعمل في تصاريح اللي ولدها خاتيه ولدها عبد بيه وماهوش يعمل في حاجة خايبة بالعكس يبيع في الدوي. صحيح. دونك هذيك رسالة من أمه للحكومة المكسيكية. وفي 2016 كما قلت لك صارت اون arrestation spectaculaire معناها مسرحية العباد تفرجت في حاجة من إنتاج هوليودي كيفاش تشد الشاب ورينا لي فيديو وانه المكسيك وافقت انها تعطيه لامريكا دونك هو محبوس في امريكا واللي علاش صارت البوليميك اكثر فاش قام معناها سي ايليغال انك تعطي سجين مكسيكي لليو اس مي عطاتو كمان خاطر ما ينجموش يشدوه في المكسيك في المكسيك مش ما ينجموش يشدوه اما كان يشدوه يعاود يهرب معناها تو سامبلومون علاش تعطي في امريكا علاش امريكا البطل معناها على خاطر هو متهم في امريكا اكثر من انه في المكسيك قضاياه في امريكا اكثر من في المكسيك نتاع ترافيك دو دروغ معناها شوف ما ندخلوش في الدفاع على لي كارتيل تاع العالم ليه مانيش ندافع اي معك اما حتى انا مش فاهم الحكايه نتاع مثلا حتى بابلو اسكوبار كان تيلي العركه نتاعو الاولى معناها تحب تشدني شدني في كولومبيا ما تشدنيش في ما عطاه فرصه هما كسوسوا يا تش ندخلك انت كامريكا فهمتني شنو نقصد انا بلادي مضروره معناها انا دروك قاعده تدخلي لبلادي وصغاري اللي قاعدين يكونسوميو في الدروك ولي كارتيل نتاع امريكا زاد مسوسين بالدروك فما امريكان يضروا في المكسيك يضروا في العالم الكل ما تنجمش تشدهم في بلد ما تنجمش اي نعرف هما يحمي المواطنين نتاعو مهما كانوا مجرمين ولا مش مجرمين هذا الدرس للعالم معناها يحمي مواطني كانت هذه حكاية التشابو مع رجاء الجمني من عرشت رجاء داخلة في ثنية مش باهية برشا 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 فكر اللي رجاء في سيكتور فارماسوتيك ميرسي فوكو لكم توما اللي سمعتونا من الستة ودرجين كانت هذه بتوقيت غرينيتش ميرسي فوكو ليكيبا الكل عندكم توا موعد مع الميتيو الأخبار ويجيكم برهان بسايس وباقي الفريق في إيميسيون امبوسيبل نهاركم زين وتحياتي بعد شوية يجيكم برهان بسايس في إيميسيون امبوسيبل إي إف إم ميتيو